بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. حلقتنا النهاردة زي ما وعدتكم إن أنا هتكلم عن الحماية من السرطان أو الوقاية من الإصابة بالسرطان. اتكلمت في حلقات قبل كده عن أدوية الطفيليات والأبحاث اللي اتقالت عليها وإزاي نستخدمها، وفي الحلقة قبل اللي فاتت اتكلمت عن ازاي نعمل حماية لانتشار او من انتشار الورم السرطاني في الجسم، العملية اللي بيسموها الميتاستيزيس. واكتشفوا بالصدفة ان الاسبرين، وده ارخص دواء فيه واقدم دواء في الدنيا، بيمنع عملية انتشار السرطان، واتكلمت عنه واتكلمت عن المواد التانية اللي بتعمل الحكاية دي. النهاردة بقى معانا بحث مهم جدا اتعمل على 250 ألف إنسان، قاسوا في دمهم نسبة المادة اللي هنقولها دي، ووجدوا أنها مرتبطة ارتباط شديد جدا بأن نسبة السرطان أو حدوث السرطان تبقى قليلة جدا. المادة دي هي أوميجا 3 وأوميجا 6، احنا عارفينهم، نسمع كتير قوي عن الأوميجا 3 وعن فوائده وموجود في ايه والكلام ده، وهنا النهاردة بنقول عن فايدة جديدة له. ففي الحلقة دي هنتكلم عن الأوميجا 3 والأوميجا 6، ازاي اكتشفوا ان هم لهم وقاية أو تأثير وقائي ضد السرطان، وهنتكلم كمان عن كل المواد اللي اكتشف ان لها تأثير في مقاومة حدوث السرطان. ايه الحكاية بقى بتاع الأوميجا 3 والأوميجا 6؟ دي دراسة لسه منشورة قريب، اتعملت على أكتر من 250 ألف. ال 250 ألف دول في دراسة كانت عاملها المملكة المتحدة، حاجة اسمها بايوكيميكال ستادي، على 250 ألف واحد قاسوا في الدم بتاعهم نسبة الأوميجا 3 والأوميجا 6 على مدار 13 سنة، شافوا مين في الناس دي اللي جالوا سرطان، والناس اللي ما عندها، يعني ايه الناس اللي نسبتها عالية والأوميجا 3 عندهم عالي، والناس اللي الأوميجا 3 عندهم متوسط، والناس الأوميجا 3 عندهم منخفض، وشافوا على مدار 13 سنة نسب حدوث السرطان في الناس دي. ففي 250 ألف دول تستغرب ان في 30 ألف انسان جالهم سرطان. لقوا الآتي باختصار عشان ما نخشش في تفاصيل البحث ونحط البحث في المصادر، لقوا الآتي، لقوا إن كل ما نسبة الأوميجا 3 ونسبة الأوميجا 6 عليت في الدم كان في ارتباط بانخفاض الإصابة في السرطان. فالأوميجا 3 على سبيل المثال كان مرتبط بخطر إصابة أقل في سرطان القولون وسرطان المعدة وسرطان الرئة، ثلاث سرطانات من أشد السرطانات الخطيرة، وكمان سرطان الكبد، قولون ومعدة ورئة وكبد، دول كان كل ما زاد نسبة الأوميجا 3 في دم الناس دي كان ما بيجيلهمش أنواع دي من السرطان. أوميجا 6 بقى كان أو عمل وقاية من 14 نوع من أنواع السرطان المختلفة، أهمهم سرطان الدماغ، سرطانات المخ يعني، سرطانات المثانة، وسرطان اسمه الميلانوما، وده اللي هو سرطان الجلد، من أبشع أنواع السرطان ومشهور قوي جدا في الدول الغربية أو في البشر اللي هم لونهم أبيض قوي، نسبة الميلانين عندهم قليلة، وفي دولهم نسبة أشعة الشمس، حاجة اسمها اليو في، أشعة الفوق بنفسجية، عندهم عالية، فبتصيبهم بالسرطان بنسبة أكتر. فده معناه أن الدهون اللي احنا بناكلها وتتواجد في دمنا لها تأثير كويس على الوقاية من السرطان، وكل ما زادت المستوى بنسبة كام تزيد نسبة الوقاية بنسبة كام، والكلام ده أنا هسيبها للمتخصصين، لكن الإنسان العادي اللي يهمه إن هو يكسر من تناول الأوميجا 3 والأوميجا 6 اللي موجودين في وجبات كتير وفي أكلات كتيرة، علشان يساعد جسمه على محاربة والوقاية من خلايا السرطان. موجود في ايه بقى الأوميجا 3؟ الأوميجا 3 موجود في الأسماك الدهنية زي أسماك السلمون، السردين، المكاريل، موجود في بذور الشيا وبذور الكتان وفي ثمار الجوز، موجود طبعا كمكملات غذائية، المكملات اللي عارفينها، الكبسولة بتاعت أوميجا 3 زيت السمك موجودة في كل البلاد وكل الدول،
وعملت عنها حلقة قبل كده إن في علاقة بين الصحة عموما والأوميجا 3. ارجع للحلقة دي، عملوا برضو دراسة طويلة على الناس اللي بتاخد أوميجا 3 وبتاخد فيتامين دال معاهم، بتاخد كبسولة واحدة أوميجا 3 1 جرام وفيتامين دال بتاخد 2000 وحدة كل يوم، ودي أقل كمية لمدة 10 سنين، لقوا في زيادة في نسبة العمر البيولوجي بتاعهم ونسبة الصحة عندهم بنسبة 10% في العمر البيولوجي. حاجة يعني تفاصيل البحث ممكن أبقى أحطه لكم في آخر الحلقة ترجع لها، هو بحث مهم جدا بيدل على أن تناول زيت السمك وفيتامين دال معاه مهم جدا جدا للصحة، وهي ميزة هي كمان أنه هو بيساعد على الوقاية من السرطان. نيجي بقى لأوميجا 6. أوميجا 6 موجود في إيه؟ موجود في الزيوت النباتية، زيت الكانولا، زيت دوار الشمس، موجود في فول الصويا، موجود في المكسرات، وموجود في البذور. يعني مثلا تجيب شوية اللي هو اللب، احنا في المصريين كده بنحب نجيب لب ابيض ولب اسمر ولب اللي هو لب عباد الشمس او بذور، يعني لب يعني عندنا يعني بذور، بذور القرع وبذور عباد الشمس والحاجات دي، ونروح نشتريها من المقلة ونجيبها ونحب نأزأزها جدا جدا. يعني كل البلاد العربية بتحب الحكاية دي. الدراسة دي بقى وجدت ان عامة الناس في المملكة المتحدة وكذلك في أمريكا، يعني الدول اللي هي مفروض إن هم يعني يحبوا يأكلوا أسماك كتير، يحبوا عندهم قدرة على شراء المكملات الغذائية بصورة يعني مفيش مشكلة مادية عندهم، لقوا إن الحاجات دي نسب الأحماض الدهنية بتاع أوميجا 3 وأوميجا 6 دي قليلة في جسمهم، تمام؟ فده بيفسر برضو زيادة نسبة الإصابة بالأورام والسرطانات عند البلاد دي. طيب ده بالنسبة لأوميجا 3 وأوميجا 6، هل ده بس اللي بيعمل وقاية من الأورام السرطانية؟ قال لك لا، ده في حاجات كتير جدا ويمكن تكون أهم منه، هنقولها هنا بسرعة في الحلقة ويعني عشان ما نطولش. أول حاجة، حاجة اسمها البولي فينولات ومواد مضادة للأكسدة. طب دي يا سيدي موجودة في إيه بقى؟ موجودة في الكركم. ارجع بقى للكركم اللي لسه كنا بنتكلم على أدوية السرطان اللي هي مضادة للطفيليات اللي جاب سيرتها الممثل ميل جيبسون، وجبت الأبحاث عنها ولقيتهم في أبحاث كتيرة منها بيدوا الكركم معاها، وحكيت الحكاية وقلت ليه بالذات الكركم بالذات، علشان هو يعني حتة حاجة اسمها الهورميسز اللي بيعملها، وصرحت الحكاية دي بالتفصيل. ارجع لآخر حلقة اتكلمنا فيها عن أدوية الطفيليات اللي بتستخدم للسرطان. فده من ضمن الحاجات اللي بتثبط نمو الخلايا السرطانية وبالذات في الثدي والبروستاتا وخلافه. تاني حاجة الشاي الأخضر. الشاي الأخضر فيه مادة مهمة جدا اسمها إيبيجلوكاتيكين، مادة مضادة للأكسدة قوية جدا بتساعد على مقاومة الأورام ومنع انتشارها. حاجة تالتة اسمها الريزفيراترول، الاسم الصعب ده لكن هو المادة الحمراء اللي في العنب، العنب الأحمر، الفراولة، التوت اللي هو البنفسجي ده، التوت الأسود والحاجات دي، الحاجات دي كلها المادة السودة دي، المادة المحمرة الغامقة قوي دي اسمها ريزفيراترول. طبعا في شركات بتحطه كمكمل بقى بتركيز عالي لأن الجسم بيحتاج منه تركيز عالي، وبتبيعه لأن له له خصائص مضادة للشيخوخة ومضادة للأمراض كثيرة جدا جدا غير الوقاية من السرطان، لدرجة ان هو بيقول لك يعني بيرجع الستات لشبابها. لا هو في دراسات كتيرة جدا ان الستات بعد سن 50 بتمشي على تاخد الريزفيراترول ده بيجي لها تاني الطمس، بيرجع لهم الدورة. فيعني عملية ان هو انتي ايجينج افكت عالي جدا للريزفيراترول ده. موجود طبعا في العنب الاحمر بتركيزات بسيطة، يعني يستحسن انك تاخده مكمل غذائي عشان التركيز يبقى عالي جدا. قال لك ده بيثبط تطور الخلايا السرطانية، في دراسات كتيرة اتعملت عليه. فيتامينات بقى ومعادن أساسية، فيتامين دال، فيتامين دي، فيتامين دي 3 معروف بقدرته على تقوية المناعة وان هو يقلل من خطر الإصابة بأنواع سرطان كتيرة من ضمنها القولون والبروستات. معدن السيلينيوم،
وده هنعمل عنه حلقة مخصوص لأنه له تدخلات كتيرة في حياة كتيرة قوي، وممتاز جدا ومضاد الأكسدة قوي. فده عشان يحمي الأحماض النووية اللي جوه الخلايا ويحمي القلب وكل الجسم من أخطار الشقوق الحرة والحاجات المؤكسدة. فيتامين إي اللي هو اسمه بالعربي فيتامين ه. في حد في التعليقات يقولك هو إيه فيتامين ه؟ اسمه كده بالعربي يا سيدي، نسينا اللغة العربية. لا، اسمه فيتامين ه بالعربي، من كتر استعمالنا لكلمة فيتامين إي نسينا الإيه، نسينا العربي ده. وبرضو الدراسات اللي قلناها في الحلقة اللي فاتت لقوا ان اخدان فيتامين اي مع الايفرمكتين ماشي بيقاوم خلايا بيضرب خلايا السرطان. فيتامين اي بيتاخد برضو للوقاية. وطبعا فيتامين سي لا غنى عنه، هو منتشر في كل انواع الفاكهة. نيجي بقى الحاجات ايه موجودة في النباتات. في حاجة بقى موجودة في البروكلي، عارفين احنا البروكلي مادة اسمها السلفورافان، مادة جميلة كده صغيرة اسمها في البروكلي ده برضو بتقاوم السرطان. أهم بقى حاجة موجودة في الطماطم، القوطة. جماعة المصريين تحبوا تسموا الطماطم قوطة، تمام. الطماطم فيها مادة اسمها لايكوبين، المادة الحمرة دي اسمها لايكوبين. المادة دي أهم حاجة بتقاوم سرطان البروستات. الجماعة اللي بيسألوني في التعليقات اعمل لنا حلقة مخصوصة عن سرطان البروستات، اجمعوا هنا بقى هو. في عندنا الطماطم ماشي، اللايكوبين المادة اللي لونها أحمر فيها دي، تمام. دي أهم حاجة بتحمي من سرطان البروستات. التوم والبصل فيهم مادة اسمها الأليسين، مادة الأليسين، ودي برضو مهمة جدا للوقاية من سرطان القولون. وطبعا ما تنساش بقى البروبيوتكس والبريبيوتكس والحاجات اللي فيها ألياف، وناخد العيش اللي هو البني لأن نسبة الألياف فيه والنخالة فيه عالية، كل دي بتقلل من خطر سرطان القولون، وكمان هتقلل لك من خطر الإصابة بأمراض كتير من أهمها السكر، مرض السكر. الألياف دي بتساعد على تقليل امتصاص الجلوكوز وتنظيمه، وبتساعد على ان الحماية والوقاية من السكر، مرض السكر اللي هو مرض السكر اصلا من ضمن الاسباب زيادة نسبة حدوث سرطان. السكر من عيوبه انه بيعمل حكاية دي. في عندنا بقى البصل والتفاح، فيه مادة الكورسيتين موجودة في البصل كتير. جماعة المصريين يزرعوا البصل ويحبوا البصل، مادة مضادة للالتهابات ومادة مضادة للطفرات اللي بتحصل في الخلايا. في كمان حاجة مهمة واتكلمنا عنها في الحلقة بتاعة انتشار أو الورم ومقاومة الانتشار ده، الأسبرين بجرعات منخفضة. الأسبرين اللي بناخده بجرعة 75 أو 80 ميلي جرام علشان نحمي الجسم من التجلطات، نقاوم التجلطات، هو برضو اللي بيمنع انتشار الورم لو حدث. وهو دلوقتي هو الابحاث بتقولك انه هو له دور في الوقايه من الاورام، تمام. فطبعا ده ايه نستخدمه، ولكن طبعا الاسبرين معروف محاذيره وكل الناس عارفاها، موضوع الناس اللي عندها قرحه، الناس اللي بتاخد ادويه سيوله، لان هو بيعمل اصلا اساسي من ادويه السيوله، فلازم تاخد بالها من الحكايه دي. فده بالنسبة للوقاية من خلايا السرطان. اللي عاوز أقوله في الآخر إن مفيش وقاية 100% من أي مرض، مفيش حاجة تقول أنا هاخدها، الأمراض دي أقدار من أقدار الله، واللي فيه ده عوامل كتيرة بتخش فيها، عوامل جينية وعوامل بيئية وتعرضات لكيماويات. يعني مثلا واحد بيدخن سجائر بدرجة شرهة جدا بتبقى بتزيد نسبة احتمال حدوث السرطان عنده، مهما كان بياخد حاجات من دي. فلكن احنا بنعمل اللي علينا، بناخد بالاسباب وبنسيب الباقي على الله. ده اللي عندنا النهاردة في الحلقة دي، واتمنى انها تعجبكم، ونعمل لايك للحلقة ونعمل اشتراك في القناة، والى لقاء في حلقات اخرى قادمة ومهمة وابحاث علمية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.